بعد ما ذكرت كل عيوب الايفون 13 برو في الفيديو الماضي بعد تقريبا 3 اسابيع من الاستخدام، اليوم راح نشوف مميزات هذا الايفون اللي بصراحة مش ملم في التكنولوجيا، ما راح يشوف الفرق الكبير بينه وبين الايفون 12. لكن هذا الايفون فيه ميزتين راح تخليك تغير رايك، وقد يكون اكبر ترقية من بعد الترقية الكبيرة في الايفون اكس. كل هذا واكثر في فيديو اليوم. لكن قبل لا نبدا، اذا كنتم من عشاق الايفون فكروا في الاشتراك في القناه، دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات واتوقع محتوى القناه يفيدكم باذن الله. وعندنا هدف نوصل لمليون مشترك، والحمد لله وصلنا 800,000 مشترك الاسبوع هذا، وان شاء الله الهدف راح نوصله بدعمكم بكل تاكيد. خلينا نبدا بشاشه الايفون الجميله. السنه اللي طافت الايفون 12 برو ماكس فاز بافضل شاشه في الهواتف المحموله، وكثير من الاشخاص تسالوا كيف فاز وسامسونج ما فازت. للعلم ان سامسونج هي اللي تصنع هذه الشاشات، سامسونج تصنع شاشات الايفون، فكيف الايفون 12 برو ماكس قدر يفوز على الشركه المصنعه؟ ببساطه هي طريقه برمجه الشاشه للعمل في النظام. وهذه السنة بنفس السنة الماضية الشاشات جميلة جدا، وأضاف عليها في نسخ البرو تقنية البرو موشن، تقنية التردد السريع ل 120 هرتز، اللي راح يخلي استخدامك للهاتف سلس ولعب الألعاب جميل جدا للألعاب اللي تدعم هذا التردد. وكل العالم قال ان ابل دائما متاخره، صارنا كم 3 سنوات والعالم في هذا التردد، ليش الايفون الحين يجي بهذا التردد والناس تتفاخر فيه؟ لو تتذكروا السنوات كلها الماضيه لما نزل تردد 120 هرتز في هواتف الاندرويد كلهم عانوا مشاكل كبيره، اولا في البطاريه، ثانيا بعض الشركات اضطرت انها تقلل من جوده الشاشه علشان تقدر تشغل تردد 120 هرتز. فصح انها ابل تاخرت عن هذا التردد ووصلت متاخر على الحفله، لكن لما جابته بطريقه مثاليه، لا تقلل من جوده الشاشه ولا تقلل من جودة البطارية. وبالعكس في قسم البطارية راح أخبركم شو سوت وكيف هذا التردد حسن بشكل كبير في تجربة الآيفون والبطارية. وللعلم الآيفون هذا مثل الآيفونات 12 فيهم حماية ضد الكسر في الشاشة أقوى ب4 مرات من الآيفونات 11، وتعتبر أقوى شاشة في هاتف محمول في طبقة خاصة للحماية في هذه الآيفونات. لكن بصراحة اللي مخرب على هذه الشاشة الجميلة هو النتوء القبيح أو القذلة. هي صغرت بنسبة 20% في نسخة الايفونات 13، لكن ظل كبيرة أو قبيحة، وتكلمنا عنها في فيديو عيوب الايفون 13. أما السبب الرئيسي اللي خلى الايفون 13 برو يعتبر من الهواتف ذو الترقية الكبيرة هو الكاميرات الثلاث. كل كاميرا منهم تحسنت بشكل كبير، العدسة الواسعة جدا صارت أفضل ب 55% تدخل إضاءة من نسخة الـ 12 برو. وبصراحة مع تجربتي خاصة في الأماكن المظلمة وداخل الغرف التغيير كبير جدا، وصارت بنفس جودة الكاميرا الأساسية تقريبا. أما العدسة الأساسية نفس الشيء، الفتحة صارت أكثر تدخل إضاءة أكثر، لدرجة أنك الحين تقدر تصور صور بورتريت حقيقية، يعني بدون العزل المزيف اللي يسويه النظام عن طريق الآيفون، اللي دائما أو معظم الوقت ما يكون مثالي 100%. فالعزل الحقيقي بسبب الفتحة الجديدة 1.5F هذا رقم كبير، يخلي العزل حقيقي وجميل والإضاءة تكون ممتازة في الأماكن المظلمة واللي إضاءتها مش ممتازة. ونفس القصة في عدسة التقريب، الحين ندخل إضاءة أكثر التصوير الليلي راح يكون ممتاز فيها، علاوة على ذلك الحين تقرب 3X Optical يعني بدون لا تضيع الجودة 3 مرات X. وهالسنة ابل ضافت مانع الاكتزاز الميكانيكي اللي كان حصري في الايفون 12 برو ماكس السنة الماضية، ضافته في كل الايفونات هذه السنة، خاصة مع تقنية الماكرو اللي تقدر تصور الاشياء بطريقة جميلة جدا من قريب وتتفنن في التصوير، وايضا تقنية الوضع السينمائي الجديدة الممتازة لصانعي المحتوى. حتى انا سويت فيديو كامل في القناة بتصوير الايفون 13 برو بالوضع السينمائي، يعزلني بطريقة جميلة بتقنية الفيديو. علاوة على كل هذه الميزات، الحين الايفونات تتصور برو ريز 4K 10 بت، يعني كل المواصفات اللي تحتاجها علشان تصور بطريقة احترافية.
فمحبي ومحترفي التصوير راح يستانسوا بالترقية لهذا الجهاز حتى لو كان عندهم ايفون 12 برو. واكثر شيء تقريبا تغير هذه السنة وراح يفيد كل الفئات هي البطارية. ابل قالت في المؤتمر انها البطارية تحسنت بنسبة ساعتين الى ساعتين ونص، لكن لما جينا نجربها في الواقع مع تجارب كل اليوتيوبري على الانترنت ما صدقنا الارقام اللي طلعت. الايفون لاول مرة في تاريخه هزم كل من هواوي سامسونج وكل الاجهزة وصار افضل هاتف من ناحية البطارية. واللي ضحك في الموضوع ان مساحة البطارية صح انها كبرت مقارنة بالايفون 12 برو السنة اللي طافت، لكن اقل من معظم الهواتف اللي ينافسها. يعني البطارية في هذا الايفون حجمها اصغر من المنافسين لكن تستمر لمدة اطول، وهذا يدل على قوة ابل في الاوبتمايزيشن في تحسين النظام والبطارية مع بعض. عادة في اليوتيوب لما يسوي التجارب نلاحظ اختلاف بين يوتيوبر ويوتيوبر اخر بسبب ان البطارية تتغير على حسب الاستخدام، لكن هذه المرة معظم اليوتيوبرية لما عملوا التست كلهم حصلوا نتيجة واحدة، واللي هو ان بطارية الايفون تحسنت بشكل كبير وصارت احسن بطارية في هاتف محمول. وهذا الشيء الغريب ان ابل ضافت تقنية التردد العالي ل 120 هرتز اللي دائما يأثر على البطارية، لكن في الهواتف اللي ضافت هذا التردد واللي هو نسخ البرو البطارية تحسنت بشكل لا يتصور. فدائما ابل لاحظتها انها تيجي متاخر على الحفله، دائما التقنيات ما تجيبها قبل الكل، لكن لما تجيبها تكون مضبطنها بطريقه شبه مثاليه. هذه السنه ابل حسنت اهم شيئين بالنسبه لي، البطاريه والتصوير، وعشان كذا اشوف ايفونات هذه السنه تعتبر اكبر قفزه من القفزه الكبيره للايفون اكس. لا تنسوا تحطون لايك اذا عجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك اذا كنتوا جدد. شكرا واشوفكم في الفيديو القادم.